في نص القرن ال 18 ومن أكتر من 160 سنة رجع الطفل توماس من المدرسة واللي كان عنده وقتها 6 سنين ومعاه جواب مقفول من إدارة المدرسة لوالدته. الأم خدت الجواب وقارته قدام الولد والدموع في عينيه. ابنك عبقري والمدرسة قليلة عليه وعلى قدراته، علميه في البيت. رسالة غريبة استقبلها الابن بالدموع والأم بالحكمة. من اليوم التاني مباشرة قررت الأم إنها تسحبه من المدرسة وتتفرغ لتعليم ابنها بنفسها في البيت. اللي هو مش أنتم مش عايزين ابني عندكم يعني بسبب ذكائه؟ طب أنا هخليكم تندموا على قراركم ده. وتمر السنين ويظهر تفوق توماس شوية بشوية وتبان ملامح عبقريته اللي كانت فعلا مش قد قدرات أي مدرسة إنها تستوعب. الطفل ده يكبر ويبقى توماس أديسون، واحد من أهم المخترعين في التاريخ اللي اختراعاته أثرت في البشرية كلها، زي المصباح الكهربائي وزي آلة التصوير الفوتوغرافي. لحد هنا كان مفروض تكون قصة كفاح عادية جدا وانتهت بس نهاية سعيد، لولا اللي اكتشفه توماس بعد كده لما والدته ماتت. كان بيعيد ترتيب الورق بتاعها، وقعت ايده بالصدفة على الجواب بتاع المدرسة، فتحه عشان يقراه، لقى الكلام اللي مكتوب كالتالي: ابنك غبي وقدرته على الاستيعاب ضعيفة وملوش فرصة عندنا. وقتها فهم إديسون اللي حصل، وإن والدته خبت عنه الموضوع ده من صغره وقررت إنها تغير مصير ابنها. والدة إديسون خلقت فرصة ابنها بنفسها بدون ما تلتفت لكلام ورأي إدارة المدرسة، وفضلت وراه وحطت ثقتها فيه وسلطت له ضوء مبهر يشوف من خلاله ثقته في نفسه، لحد ما بقى من أفضل مخترعي البشرية. بين كل وقت والتاني كلنا بنبقى محتاجين حد مؤمن بينا واثق فينا أكتر من نفسنا. الحد ده ممكن يكون دوره مش بارز في أغلب فترات حياتك، بس الأكيد إنك هتلاقيه في أهمها، وقت ما بتبقى محتاج زقة أو ريفرش البطارية نفسيتك. بيحصل ده بكلمة منه أو فعل أو حتى ابتسامة، وبيكون فعليا فيهم الشفاء. حد يقولك أنا جنبك واثق فيك وفي ظهرك مهما حصل، حد بيأمن بيك وبيصدقك وقت ما بيكدبك الكل، وبيسندك وقت ما بيتخلوا عنك الكل، وبيسمعك وقت ما بيقفلوا دانهم الكل. لو لقيته هتكتشف إنك لا إراديا بقيت تقدر تفوت في الصخر وعايز تعمل المستحيل عشان هو مؤمن بيك، وحتى وعدك ليه بتبقى قده ولو إمكانياتك أقل من تنفيذه. إن جيت للحق كلنا سواء رجالة أو ستات هات لنا بس اللي يأمن بينا واتفرج علينا وإحنا بنفوت في الصخر.